مش حال هذو الفلاسفة الطبيعيين كانوا كيبحثوا في طبيعة المادة. وصل بهم البحث للتفكير في احتمالية وجود أشكال من المادة اللي محسوساش، يا يعني إما حيت كانت بعيدة بزاف أو ما كتبانش مزيان أو هي أصلا غير مرئية. وخا التحقيقات العلمية اللي كانت حال هذه ما كانتش أكثر صرامة، وغالبا ما كانش يمكن لنا نفصلوها على الفلسفة واللاهوت، إلا أنها كتأكد لنا رغبة الإنسان فهم العالم ديالو. وخا بزاف ديال الحضارات قاموا برسم الأنظمة الكوسمولوجية ديالهم بحال في العصر الحجري الحديث اللي كان لقاو فيه دليل على التقويم القمري الموجود على جزء من العظام في أفريقيا جنوب الصحراء اللي كيرجع التاريخ ديالو لتقريبا 20,000 سنة قبل الميلاد. وما نساوش المصريين والأهرامات وعلاقتها بعلم الفلك، وزيد وزيد من الأمور اللي ما غنحبسوش إلا تعمقنا فيها واللي ممكن نخصو لها شي فيديو. بمرور هاد الحضارات كاملين غادي نوصلو عند إغريق القدماء اللي كانوا أول وحدين حاولوا يبينوا نموذج كوسمولوجي مبني على العقل والخبرة. من هاد الناس كنلقاو الذريون أو الأتومس، وأشهر هاد الأتومس كنلقاو لوسيبوس وديموكريتوس واللي عاشوا في القرن الخامس قبل الميلاد، وكانوا مقتنعين بأن كل المواد كانت مصنوعة من نفس لبنات البناء الأساسية الغير القابلة للتجزئة واللي كتسمى بالذرات، وباللي عدد ديال هاد الذرات كان غير محدود بحال الفضاء اللي كيحتويهم. غادي يقترح وراهم الفيلسوف إبيكوروس في الكتاب ديالو رسالة إلى هيرودوت أنه ما كاينش غير عالم واحد، ولكن كاين عدد لا منتهي من العوالم، منها اللي بحال ديالنا وكاين اللي مختلف عليه. بعدين آخرين غادي يقترحوا فكرة أن المادة اللي ما نقدروش نلاحظوها ممكن نلقاوها في شي بلاصة أخرى في الكون ديالنا. على سبيل المثال الفيلسوف بيتاغوريان فيثاغورس تخيل وجود واحد الجسم سماوي اللي سماه أنتشتون. غنوصلوا عند النموذج الكوسمولوجي ديال أرسطو واللي غنلقاوه باللي هو اللي مهيمن على الخطاب في العصور الوسطى. هذا النموذج غادي يقدم واحد البنية زوينة بزاف، حيث أنه قال أن موقع الأرض هو مركز الكون الثابت. غادي يقدم هذا النموذج حجج قوية ضد وجود أشكال ما كتبانش أو غير معروفة للمادة، لأن المظهر الكبير ديال المذنبات واللي كيوصفها أرسطو في الكتاب ديالو الآثار العلوية ميترولوجي بأنها ظواهر جوية، وهادشي علاش كنلقاو غياب المذنبات في تسلسل الهرمي الأجرام السماوية ديال أرسطو. هاد الإعتقاد اللي بقى حتى العام 1577 واللي غيخرج فيها العالم الدنماركي تايكو براي وغيحيد هاد الإعتقاد من القاموس، وغيبين تايكو براي أن المذنبات كاينة خارج الغلاف الجوي للأرض حتى أبعد من القمر. وخا بزاف اللي عارضوا نظرية أرسطو الكونية، فهاد المحاولات كاملة كانت كتقابل بالمقاومة، والدليل على هادشي كنلقاو تمثال جوردانو برونو بوسط المدينة روما واللي كتعتبر تذكير بالمخاطر اللي كاينة بحال هاد النوع من الانتقادات اللي كتكون ضد النظرية الأرسطية الكونية واللي كانت كتبناها الكنيسة الكاثوليكية ديك الساعة. في البلاصة اللي فيها هاد التمثال وبالضبط في عام 1600 تغادي تحرق برونو من طرف محاكم التفتيش الرومانية، من بعد ما غيتم الحكم عليه بتهم كتعلق بالهرطقة والإيمان بوجود عوالم واحدة أخرى اللي كنطلقوا عليها اسم المالتيفير. برونو ما كانش غير بوحدو اللي تعرض للتعذيب، ولكن حتى غاليليو اللي حتى هو خد حقه من المشاكل مع محاكم التفتيش، وهو اللي دار ما أمكن من المجهود باش ينتقد نظرية الكون الأرسطية. وكاملين عارفين القصة من اللي غاليليو شد التلسكوب ديالو وبقى كيشوف في السماء وشاف حوايج اللي ما تشافوش من قبل، واللي منهم 4 ديال الأقمار على الأقل ما كتبانش للعين المجردة. هاد الأقمار اللي كاينة في مدار حول كوكب المشتري، وبين باللي أن المجرة ديالتنا شبعانة نجوم كتضوي، داكشي علاش كنشوفوها بهداك الشكل من السماء. على جوج ديال الملاحظات غادي نقدروا نستخلصوا منهم جوج ديال الدروس مهمين بزاف في المادة المظلمة اليوم. الدرس الأول هو أن الكون يقدر يحتوي على مادة ما يمكنش تشاف ولا نحسو بها بالوسائل العادية، والدرس الثاني هو أن التكنولوجيا ممكن تلقى لنا على أشكال من المواد اللي كانت ما يمكنش تلقاهم من قبل. تهلاو.